الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شابي العزيز. إن ثورة الملك والشاب التي نعيش اليوم ذكراها 64 أكثر من ملحمة وطنية خالدة جمعت ملكا مجاهد وشابا مناضل من أجل استقلال المغرب وعودة ملكه الشرعي، فهي محطة مشرقة في تاريخ المغرب تجاوز إشعاعها وتأثيرها حدود الوطن ليصل إلى أعماق إفريقيا، فقد ألهمت بشكلها الشعبي التلقائي وبقيم التضحية والوفاء التي قامت عليها حركات التحرير بالمغرب الكبير وبإفريقيا من شمالها إلى جنوبها، كما عمقت الوعي والإيمان بوحدة المصير بين المغرب وقارته بداية من الكفاح المشترك من أجل الحرية والاستقلال، ثم بعد ذلك في بناء الدول الإفريقية المستقلة على أساس احترام سيادة بلدانها ووحدتها الوطنية والترابية. واليوم يتواصل هذا العمل التضامني من أجل تحقيق التنمية والتقدم المشترك الذي تتطلع إليه كافة الشعوب الإفريقية، واستلهاما لمعاني وقيم هذه الثورة المجيدة لم يكن غريبا أن يتخذ المغرب منذ بداية الاستقلال مواقف ثابتة ومبادرات ملموسة لصالح إفريقيا، وخاصة من خلال المشاركة في أول عملية لحفظ السلام في الكونغو سنة 1960، واحتضان مدينة طنجة في نفس السنة لأول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا، وإحداث أول وزارة للشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لدعم حركات التحرير. وقد تم تتويج هذه الجهود الصادقة لأجل شعوب إفريقيا سنة 1961 بإجماع الدار البيضاء باجتماع الدار البيضاء الذي وضع الأسس الأولى لقيام منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963. ومن هنا فإن التزام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا ليس وليد اليوم، بل هو نهج راسخ ورثناه عن أجدادنا ونواصل توطيده بكل ثقة واعتزاز. شابي العزيز، إن توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفوي ولم تفرض حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك وإيمان صادق بوحدة المصير، كما أنه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية استراتيجية اندماجية بعيدة المدى وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق، وترتكز سياسة القارية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي أكدتها أكثر من 50 زيارة قمنا بها لأزيد من 29 دولة، منها 14 دولة منذ أكتوبر الماضي، وعلى المصالح المشتركة من خلال شراكات تضامنية رابح. وخير مثال على هذا التوجه الملموس المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة وبكل من إثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين. وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويشكل رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية منعطفا دبلوماسي هام في السياسة الخارجية لبلادنا، وهو نجاح كبير لتوجهنا الإفريقي رغم العراقيل التي حاول البعض وضعها في طريقنا، وهو أيضا شهادة من أشقائنا الأفارقة على مصداقية المغرب ومكانته المتميزة لديهم. وبمناسبة هذا الحدث التاريخي أجدد عبارة الشكر والتقدير لكل دول القارة التي وقفت إلى جانبنا، وحتى تلك التي لم تساند طلبنا، واثقا أنها ستغير موقفها
عندما تعرف صدق توجهاتنا. وإذا كان هذا الرجوع هاما وحاسما، إلا أنه ليس غاية في حد ذاته، فإفريقيا كانت وستظل في مقدمة أسبقيتنا، وما يهمنا هو تقدمها وخدمة المواطن الإفريقي. ومن أهملها أو قلل من مكانتها بعدم الاهتمام بقضاياها وبسياسة إجراء المواقف، فهذه مشكلة تخصه وحده. أما بالنسبة لنا فإفريقيا هي المستقبل، والمستقبل يبدأ من اليوم. ومن يعتقد أننا قمنا بكل ذلك فقط من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي فهو لا يعرفني. إن الوقت الآن هو وقت العمل، والمغرب حريص على مواصلة الجهود التي يقوم بها داخل قارته منذ أكثر من 15 سنة. وهنا يجب التأكيد بأن رجوع المغرب إلى مؤسسة القارية لن يؤثر على علاقاته الثنائية القوية مع بلدانها وعلى البرامج التنموية التي وضعها معها. فهذا الرجوع ليس إلا بداية لمرحلة جديدة من العمل مع جميع الدول من أجل تحقيق شراكة تضامنية حقيقية والنهوض الجماعي بتنمية قارتنا والاستجابة لحاجيات المواطن الإفريقي. إننا بصدد بناء إفريقيا واثقة من نفسها، متضامنة ومجتمعة حول مشاريع ملموسة ومنفتحة على محيطها، وهو نفس المنظور التكاملي الذي دفع المملكة لإضفاء طابع رسمي على رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ونود هنا أن نشكر قادة دول المجموعة على إعطاء موافقتهم المبدئية على انضمام المغرب إليها كعضو كامل العضوية. فهذه المنظمة هي امتداد طبيعي للاتحاد الإفريقي، وانضمام المغرب إليهما سيساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والنهوض بالتنمية البشرية بالقارة. إنه قرار سياسي تاريخي يشكل علامة بارزة على درب تحقيق الاندماج الإفريقي الذي لا يمكن تصوره إلا كنتاج لكل التكتلات الإقليمية، خاصة في سياق أصبحت فيه التجمعات الجاوية قوة وازنة في السياسة الدولية. وتتأمل المملكة المغربية من موقعها داخل المجموعة على إرساء دعائم اندماج حقيقي في خدمة إفريقيا وتحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والعيش الكريم في ظل الوحدة والأمن والاستقرار. شعبي العزيز، لقد اخترنا نهج سياسة تضامنية وإقامة شراكات متوازنة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق النفع المشترك للشعوب الإفريقية. فالمغرب لم ينهج يوما سياسة تقديم الأموال، وإنما اختار وضع خبرته وتجربته رهن إشارة إخواننا الأفارقة، لأننا نؤمن بأن المال لا يدوم وأن المعرفة باقية لا تزول وهي التي تنفع الشعوب. وهم يعرفون ذلك ويطلبون من المغرب التعاون معهم ودعم شهودهم في العديد من المجالات وليس العكس. كما يدركون حرصنا على بناء شراكات مثمرة معهم تقوم على استثمارات وبرامج تنموية مضبوطة بين القطاعين العام والخاص في الدول المالية. أما الذين يعرفون الحقيقة ويروجون للمغالطات بأن المغرب يصرف أموالا باهظة على إفريقيا بدل صرفها على المغاربة، فهم لا يريدون مصلحة البلاد. فتوجه المغرب إلى إفريقيا لن يغير من مواقفنا، ولن يكون على حساب الإسبقيات الوطنية، بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي لبلادنا، كما كان له أثر إيجابي ومباشر على قضية وحدتنا الترابية سواء في مواقف الدول أو في قرارات الاتحاد الإفريقي. وهو ما عزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف على مستوى الأمم المتحدة. فإذا كانت 2016 سنة الحزم والصرامة وربط القول بالفعل
في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع مسار التسوية الأممي على طريق صحيح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف به إلى المجهول. وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي، سواء فيما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية وتثمين مبادرة الحكم الذاتي كإطار للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي. وقد مكن تدبير أزمة الغرغارات بطريقة استباقية هادئة وحازمة من إفشال محاولات تغيير الوضع بصحرائنا، ومن دفن وهم الأراضي المحررة التي يروج لها أعداء المغرب. وبموازاة مع ذلك، يتواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي، أو عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى. شعبي العزيز، إن ثورة 20 أغسطس لم تكن حدثا بارز في تاريخ المغرب فقط، وإنما كانت لها أبعاد وامتدادات مؤثرة على المستوى المغاربي والإفريقي. فما أحوجنا اليوم لاستلهام قيم التضحية والوفاء والعطاء المستمر لمواصلة حمل مشعل هذه الثورة المتجددة داخليا وقاريا. فبهذه المبادئ والقيم وبالعمل الجماعي، سنتمكن من رفع التحديات المتداخلة التي تواجهنا لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الأمن والاستقرار الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة. ونود هنا أن نشيد بالعمل الجاد والتحرك الفعال الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مصالح المغرب العليا وتعزيز المصداقية التي يحظى بها وزيادة إشعاعه جهويا وقاريا ودوليا. شعبي العزيز، إني أستحضر بهذه المناسبة بتأثر وخشوع ذكرى عائلتي في ملفاها بمدغشقر التي زرتها السنة الماضية، وقد لمست في شعبها صدق مشاعر المحبة والتقدير التي يكنونها للأسرة العلوية. ووقفت على بعض الذكريات المؤثرة وعلى الروابط الإنسانية التي جمعتهم بها رغم صعوبة ظروف المنفى والبعد عن الوطن. كما أستحضر بكل إجلال أرواح شهداء الوطن الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح والد المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.